السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في الجزء الثاني من التوتوريال الخاص بالبرنامج بتاع الفاير ماتريكس من تصميم المهندس علي حسن. كنا المرة اللي فاتت استعرضنا اللي هي المين باتونز اللي هي خاصة بالإكزيت، الهيلب، اند الهوم، والأزرار اللي هي بتاعة الكونتاكت، اللايسنس، والأباوت أوثر. تعال نشوف اللي هي الأزرار الأساسية اللي هي بتهمكم، اللي هي خاصة بالبرزنتيشن والليكتشرز والكالكوليشن. طيب تعال نشوف اول حاجه اللي هي البرزنتيشن. بمجرد انك هتدوس على البتن اللي هو بتاع البرزنتيشن، يبقى هنا بيفتح الواجهه الخاصه بالبرزنتيشن. البرزنتيشن نفسها حطيناها بثلاث انواع من الفورمات، الاي اكس اي، الباوربوينت، والبي دي اف. تعال نشوف كده، ندوس على الاي اكس اي، فهتلاقي فتح عندك اللي هي الواجهه الاساسيه اللي هي خاصه بالباوربوينت بتاعتنا، عدد السلايدات اللي فيها حوالي 1008 سلايد. تمام. بعد كده هتلاقي عندك هنا انك تقدر تقلب في الصفحات براحتك. تمام. هتشوف اللي هي الداتا كامله الخاصه بالبرزنتيشن. تمام. بعد كده تشوف مثلا التيبل اوف كونتنت، انا مش عايز ده كله، انا عايز مثلا حاجه معينه وليكن مثلا فوم سيستم. يبقى هنا بمجرد انك هتدوس على اللي هي التيبل اوف كونتنت اللي هي الايقونه اللي انا واقف عليها دهيت، يبقى هنا بتقدر تشوف الاجزاء اللي هي خاصه بالبرزنتيشن. هتلاقي 10 اجزاء، من اول اللي هي الفاير سبرينكلر، الاستورج. تمام. يبقى ده اللي هو الجزء الاول اللي هو بتاع السبرينكلر سيستم اللي كنا شرحناه قبل كده على اليوتيوب. تمام. هتلاقي عندك اللي هو الجزء بتاع المخازن، ده جزء جديد جدا. بعد كده الجزء بتاع الفوم اللي هو البارت 3، الجزء بتاع الستاند باي بارت 4، الجزء بتاع الووتر سبراي سيستم، بعد كده الووتر ميست اللي هو جزء رقم 6، بعد كده اللي هو بارت 7 اللي هو خاص بالفاير هيدرانت، الفاير فايتنج بامب، وبعد كده اللي هي فاير جاز سيستمز، وبعد كده اخيرا اللي هي الفاير الارم. فتلاقي هنا عندك 10 اجزاء كامله بمحصله حوالي 1008 سلايد، هتلاقي فيهم الداتا كامله بمختلف المعلومات من الاكواد الخاصه بالان اف بي اي. تمام. في بعض الحاجات احنا شرحناها زي الفاير سبرينكلر، اما باقي التسع اجزاء هتلاقيهم موجودين عندك في البرنامج ده باذن الله. طيب بعد كده هتلاقي عندك ممكن تقدر انك حابب تفتح البرزنتيشن بصيغه الباوربوينت، فكل ما عليك انك هتضغط على ريد اونلي، هتسيبه يحمل شويه بس عشان خاطر البرزنتيشن نفسها تقيله. لحظات وهتفتح ان شاء الله. ادي حملت اهو معانا برضو، ده اهو 1008 سلايد. خلاص تقدر انك ايه تقلب في السلايدز دي براحتك وتتفرج عليها. حابب انك بعد كده تشوفها كبي دي اف، يبقى برضو هتلاقي عندك الصيغه بتاعت البي دي اف برضو موجوده، وتقدر تفتح معاك وتشوف اللي هي الاجزاء كلها بتاعت البي دي اف. وادي اهو الاجزاء كلها اللي هي العشر اجزاء الخاصين بالفاير برزنتيشن او فاير ماتريكس جايد. الباتون الثانية ودي هنشرحها سريعا كده في التوتوريال ده برضو. تمام. الليكشرز دي اللي هي المحاضرات الأساسية اللي هي بتاعت الفيديوهات أو المحاضرات اللي هي خاصة بالعشر أجزاء بتوعت المنظومات بتاعتنا. تمام. وليكن مثلا نفتح اللي هي الستوريج بروتكشن، فتلاقي هنا فتح لك واجهة، الواجهة هي بيبقى فيها عندك اللي هي الميديا بلاير. تمام. دي خاصه بالبرنامج. هنا بيدي لك من تحت الديسكريبشن، يبقى التوصيف بتاعه المجموعه بتاعه الفيديوهات. بمجرد بس انك هتضغط على اللي هو اللينك بتاع الفيديو او الاسم بتاع الفيديو، يبدا هنا يشغل لك المحاضره. دبل كليك تكبر على طول الصوره. Thank you.
هدي لك هنا طبعا اسم المحاضرة واللي هي البارت كام من الجزء ده. طبعا هيبقى فيه شرح كامل للمخازن وللأجزاء. طبعا انتوا شفتوا الشرح قبل كده في الجزء بتاع السبرينكلر في على اليوتيوب، كان ال 14 فيديو الخاصين بالسبرينكلر هتلاقيهم برضو موجودين عندك هنا في اللي هي الفيديو ده او في البرنامج بتاعنا. تمام، هتلاقي مثلا الفوم سيستم وليكن، هتلاقي فيه حوالي 23 محاضرة شرح كامل للفوم سيستم لجميع الأنظمة بما فيها طبعا مشاريع كاملة من أول اللي هي بنيناها فروم سكراتش لحد ما وصلنا للحسابات الهيدروليكية بتاعت ايه بتاعت المشاريع دي. أشوفكم بإذن الله في الجزء الثالث بتاع التوتوريال، وأتمنى يكون الجزء ده عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.